دكتور مصطفى الفقي، يعني نعلم أنك في الأيام الأخيرة تبرعت بمكتبتك كاملة إلى مكتبة الإسكندرية. كم كتاب؟ ويعني أهم محتوياتها إيه؟ حوالي 10600 وحاجة رقم، بس كتب يعني نادرة وفيها نسخ وحيدة ملاش وجود في حتت كتيرة. وفيها حاجات مثلا، فيها حاجات بخط أحمد عرابي، حاجات بخط مصطفى كامل. أنا كنت غاوي الاقتناء. ولما رحت بريطانيا ورحت الهند وزرت تركيا ورحت النمسا، والنمسا كانت دولة شبه شرقية زمان متخمة للعالم الإسلامي، وقعت يدي على كثير من المخطوطات والكتب الأثيرة والهامة. رأيت أنه يعني بعد رحيلي يوما ما يجب أن يستفيد بها الأجيال الجديدة. ولم أجد أفضل من مكتبة الإسكندرية مكانا، إذا كان محمد حسين هيكل بقامته الطويلة والقاعة عالية في التاريخ المصري ككاتب ومفكر، رأى أن يهديها إلينا واتصلوا بي وأصبحت جزءا من مكتبة الإسكندرية. بطرس غالي، أحمد زويل، نيمت، عندنا مكتبات كل الشخصيات الكبيرة بنلاقي أسرهم بعد رحيلهم بيجوا يتبرعوا. فأنا قلت قبل الرحيل كده وعلى حياة عيني أقول لهم مع السلامة في مكتبة الإسكندرية. كثروة قومية يعني. يعني رأيت أن هذا واجبي. ماذا عن كتابك الرؤية الغائبة؟ الرؤية الغائبة؟ ده هذا كتاب بالذات أسير على قلبي جدا. لماذا؟ لأن أنا شفت أن احنا عندنا مشكلة يا دكتورة دورية. احنا ما عندناش، احنا عاملين زي راكب القطر ومش عارف هينزل في أي محطة. ما عندناش تصور شامل للنهاية. احنا نبتدي بس، لكن ما يبقاش عندنا شمول الرؤية اللي تخلينا عارف أنا هعمل إيه وبعد كده أي. فكرة التصور الخيال الواسع، ولا يصنع الأمم إلا خيال قائد معين طبعاً. أو مجموعة من الناس. فكرة التصور والخيال هي دي الرؤية اللي نراها. يعني ماذا رأى عبد الناصر لمصر من وجهة نظره؟ رأى ما رأى، ورأى السادات ما رأى، ورأى مبارك ما رأى. السيسي له رؤية مختلفة في رأيه أن بناء دولة عصرية ديمقراطية حديثة على المدى الطويل هتاخد شوية وقت، إنما هتصنع دولة. لأن احنا زي ما قال كنا شبه دولة في حاجات كثيرة جدا. فكل هذا الكلام له قيمته وله معناه. فأنا مؤمن تماما بأن الرؤية مهمة جدا. وكنت عاملها على وزن الإخوان، كانوا بعض المتطرفين طلعوا كتاب الفريضة الغائبة. فأنا رديت عليه وقلت له الرؤية الغائبة، ما تتمسحوش بالفرائض وما تلعبوش بالشريعة. الرؤية العقل، الإسلام جعل التفكير فريضة. تصوري فريضة، وما رأته الأمة حتى لو خالف نصا مش النصوص الدينية الكبرى، يعني رأيا فقهيا فلنتبعه، يعني لا تجمع الأمة على ضلالة. فمحدش بيعمل كده. الرؤية ازاي تتصور ان يبقى لك مجتمع معين؟ يعني انا رأيي ان السادات كان من اكتر حكامنا اللي عندهم رؤية، عنده تصور، تتفق معاه تختلف، هو عايز علاقات قوية مع الغرب، علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الامريكية، سلام مع اسرائيل، لان السيسي وارث تركة ضخمة جدا مؤلمة منها صعبة. موضوع سد النهضة. ده مش من خطايا عصر السيسي ومال ولا، لكن هي تراكمات للعصور السابقة. واللي تحليه في وقت بإيدك ما تعرفيش تحليه بسنانك بعدين. يبقى صعب. في التوقيت تاني زي ما كنا بنقول دلوقتي. فكرة التايمينج في القرار، قيمة القرار في توقيته.